في اي مشروعات هندسه مدنيه انت هتشتغل عليها، بحيث تديك باك جراوند، تديك خلفيه ازاي تتعامل مع انواع العقود دي. قلنا في انواع مختلفه للعقود دي هنتكلم عليها في محاضره ثانيه، وفي تشريعات حاكمه بتشتغل عليها سواء انت اي جهه انت هتشتغل فيها، سواء اشتغلت في الجهه الاداريه او الجهه الحكوميه ملتزم بالتشريعات، او لو انت القطاع الخاص، او لو انت المطور، او لو انت المستثمر اللي بيعمل المشروع يبقى برضه لازم تلتزم بالتشريعات دي، فلازم يبقى عندك خلفيه عنها. او حتى لو انت المهندس الاستشاري اللي بتطلع رسومات التراخيص، انت اصلا بتتعهد ان كل التصميمات بتاعتك وكل المستندات اللي انت بتطلعها للتراخيص ماشيه مع الكود وماشيه مع اشتراطات البناء وخلافه. ده كان بالنسبه لقانون التراخيص. القانون الثاني اللي يهمني التشريع اللي تبقى عارفه، قانون التعاقدات الحكوميه. لو انت هتتعامل مع اي جهه حكوميه في الدوله، وحاليا في الفتره اللي فاتت دي كلها معظم المشاريع هي ايه بتتعامل مع الجهات الحكوميه في الدوله اكتر من نسبه القطاع الخاص في التعامل يعني، فبالتالي لازم تبقى عارف ايه القانون او ايه الاجراءات اللي ايه لازم تتبعها عشان تقدر تتعاقد معاهم، سواء كمكتب استشاري او كمكتب هندسي او في مجال المقاولات، في جميع انواع المقاولات الهندسه المدنيه. وطبعا القانون ده كمان بيطبق على التوريدات وخلافه، عايز تورد قلم، عايز تورد موبايل، يعني عايز تتعامل مع اي جهه حكوميه، بس احنا ما بنتعاملش في حته الايه التوريدات. القانون التعاقدات الحكوميه ده كان زمان قوي كهيستوري كتاريخ ليه، كان اسمه قانون المناقصات والمزايدات. مناقصه تجيب اقل الاسعار، او مزايده لو انت بتطرح عايز تتخلص من حاجه فانت بتدور على مزايده بتزايد على اقل سعر. فكان اسمه قانون اعتقد سنه 89 لسنه 98 وتعديلاته بقى، كان اسمه قانون المناقصات والمزايدات. جه بقى في سنه 2018 غيروا الشكل شويه وسميناه قانون التعاقدات الحكوميه public procurement. برضو يهمني قوي تبقى انت عارف الكلمه بتاعت التعاقدات دي باللغه الانجليزيه، لان في مشاريع كتير هتلاقي حته مرحله البروكيورمنت. كلمه بروكيورمنت يعني التعاقد، اللي هي الاجراءات اللي بتاخدها عشان تتعاقد مع المكتب الاستشاري او مع المقاول. فقانون التعاقدات الحكوميه واخد رقم قانون رقم 182 لسنه 2018. وطبعا انا كنت قلت برضو المره اللي فاتت ان غالبا لو انت مؤسسه قطاع خاص غالبا هتلاقي نفسك شغال بنفس روح القانون وبنفس البنود، بس انت مش مسميه قانون انت مسميه لائحه، عندك لائحه مشتريات او لائحه تعاقدات ازاي هتتعاقد مع اي جهه خارجيه، فانت حاطط برضو اللائحه الخاصه بيها اللي هي تقريبا هتبقى واخده نفس روح وفلسفه القانون اللي ماشي. طيب القانون عندنا في بعض المواد في القانون اللي هي الماده الاولانيه دي بتكلم على شويه تعريفات متكرره في القانون، فيهمني ان انت تبقى عارف التعريفات الرئيسيه. هتلاقي في تعريف اسمه الجهه الاداريه. الجهه الاداريه يعني اي جهه عامه اللي هي بتطلق المشروع او عايزه تتعاقد. الجهات العامه، الهيئات، الوحدات، صناديق خاصه، حسابات، يعني موضوع اصل الموازنه والميزانيه بتاعت الدوله والجهات والمؤسسات موضوع متشعب، وفي هيئات اقتصاديه وفي هيئات عامه وفي جامعات وفي هيئات ذات طبيعه اقتصاديه خاصه بيها زي مثلا هيئه قناه السويس، هيئه المنطقه الاقتصاديه، يعني زي العمل الاستثمار حاجات كده لكن كل ده بيخضع ايه لقانون لتعريف كلمه الجهه الاداريه. السلطه المختصه دايما هتلاقي في القانون جاي لك جمله السلطه المختصه، اعتماد السلطه المختصه، اعتماد قرار لجنه البت، اعتماد الاتفاق المباشر، اعتماد على اولويات او تعديلات في العقود، كل ده السلطه المختصه. السلطه المختصه هنا هو رئيس الجهة المفوض بهذا الموضوع، من أول الوزير أو مفوض سلطاته تحت إلى مثلا رئيس الجامعة مثلا إلى رئيس الهيئة وخلافه. تمام. مهمني كمان تعريف أنت عامله، لأن القانون ده يعني ضافه من ما كانش موجود في القانون اللي قبليه وقانون المناقصات، اللي هو طلب إبداء الاهتمام. طلب إبداء الاهتمام بنسميه بالإنجليزي expression of interest. You express يعني بتبدي الانترست بتاعك الاهتمام، اللي هي مرحله كانها مرحله تاهيل. يعني انت هنا بتبدي، يعني انت هتعمل اعلان قبل ما تختار لسه الشركات اللي هتتقدم عندك في المشروع اللي انت عايز تعمله، مشروع للهندسه المدنيه. فانت طالب من الشركات تبدي اهتمام، مين انترستد يخش معايا في المشروع ده، او ايه لما انا اطرحه هينزل فيه، يبقى طلب ابداء. انما ما كانش موجود في القانون اللي قبل كده كخطوه كبروسس، يعني اجراء تتخذه الجهه الاداريه وتعلن عنه في العمليات التي تتطلب معرفه مسبقه للمشتغلين بنشاط معين او معرفه مدى اهتمامهم بالمشاركه في العمليه المقترحه. التاهيل المسبق اللي هي عمليه البري كواليفيكيشن، انا عشان اطرح بعد كده مثلا مناقصه محدوده، انا هطرحها مناقصه محدوده بين الشركات المؤهله، فيبقى انا برضو عملت خطوه
مشاريع كبيره بالذات هتمشي باكسبريشن اوف انترست، ابداء رغبه، اللي ابدا رغبه ده تخش تدخله في تاهيل مسبق، تطلب منه البيانات الفنيه والبيانات الماليه وسابقه الخبره في مشروعات مماثله، فريق العمل، هل عنده مشاكل ماليه، هل تعثر، ميزانيه اخر 3 سنين لو انت عايز تبص على الارقام، الارباح، الخسائر، عنده كليمز، عنده مطالبات، ورقه من البنك بتاعه، من البنوك تستعلم عنها وخلافه، تقدر تعمل له ايه؟ تاهيل فني مالي. ويبقى انت كده عملت له شورت ليست، قائمه مختصره، هي دي اللي تطرحها عليه بعد كده في التعاقدات. مقاولات الاعمال، تعريف مقاولات الاعمال، لان انا قلت لك القانون ده بيشمل مقاولات، بيشمل خدمات، وبيشمل التوريدات. احنا يهمنا اكتر ايه؟ مجال المقاولات ومجال الخدمات الاستشاريه، كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. احنا عارفين طبعا مقاولات الاعمال او يعني شغل الانشاءات والبناء والتشييد متقسم الى افرع كتيره. الهندسه المدنيه نفسها في عندك خطوط ميه وصرف، عندك اعمال الطرق، عندك اعمال المواني، عندك اعمال المباني العامه، عندك اعمال البوصول والكباري، وخلافه بقى. وعندك بعد كده بقى تخش انظمه الاتصالات والتيار الكهرباء والتيار القوى ومحطات الكهرباء، التيار الخفيف، اللايت كارنت، اعمال ميكانيكا، اعمال محطات الصرف والميه، التركيبات بتاعتها وخلافه يعني. فهو قال لك اي اعمال من اللي هي متصنفه في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. الاتحاد المصري ده طبعا فيدريشن، مؤسسه بيسجل فيها كل شركات المقاولات التي ترغب في العمل في مجال المقاولات في مصر، او بيتسجل، وليه قانون وليه لائحه، وزير الاسكان بيطلع له اعضاء مجلس الاداره بتاعه، جزء منه بالانتخاب وجزء منه بالتعيين عن طريق الوزير، وعمل تصنيف من اول فئه اولى لغايه فئه سادسه لو انا فاكر، والتصنيف ده برضو على حسب سابقه خبره الشركه وامكانيات فريق العمل، الموارد الماليه والبشريه بتاعتها. فانت لو ابتديت بالتصنيف السادس في اعمال المباني، بعد فتره تقدم على التصنيف الخامس لغايه فئه اولى اللي هي مسموح لك تخش في جميع الايه؟ الاعمال. طبعا لو انت بتتعامل في مشروعات حكوميه على حسب الليفل او الرقم اللي انت داخل فيه العطاء، ساعتها هو هيقول لك لازم تبقى مسجل فئه اولى او فئه ثانيه او فئه ثالثه او فئه رابعه. في القطاع الخاص ما يسقط بقى ده في التفاوض بينك وبين صاحب المشروع، بس غالبا زي ما انا قلت معظم المؤسسات الكبيره القطاع الخاص بتبقى ماشيه برضو عايزه تتعاقد مع مقاول مسجل في اتحاد المقاولين فئه اولى مثلا او اعلى فئه يعني. الدراسات الاستشاريه زي الدراسات اللي احنا بنعملها، دراسه اقتصاديه، مهنيه، ماليه، تسويقيه، اي مشروع بيعدي بالمراحل دي زي ما احنا قلنا قبل كده. ممكن تتكلم على دراسه التسويق بتاعه، السوق بتاعه، الدراسه الاقتصاديه، الايرادات، المصروفات، العائد على الاستثمار، يعني ناخدها في الترم الجاي ان شاء الله، الريت اوف ريتيرن اند سو اون، العائد على الاستثمار بتاع المشروع بتاعك. الدراسات الهندسيه والفنيه، الدراسات القانونيه، تاسيس الشركه، تاسيس المساهمين، اتفاقيه المساهمين، الحاجات دي كلها اكشولي الجزء المالي والقانوني بيلعب دور مهم جدا في ايه؟ في ان المشروع يشتغل صح. شركه المشروع اللي انت عاملها دي عشان تعمل مشروع لو سميت لها شركه لازم تنطلق بالطريقه صح. القانون برضو يهمني تعريف، خد بالك ان انا ما بقولكش كل التعريفات في القانون، فانت ايه عشان تبقى واخد بالك يعني ايه، لان ايه بيهمني الحاجات الرئيسيه. احنا قلنا تعريف الجهه الاداريه، السلطه المختصه، طلب ابداء الاهتمام، التاهيل المسبق، مقاولات الاعمال، دراسات الاستشاريه، التقييم بنظام النقاط بوينت سيستم. هنا برضو القانون ده اتاح، قانون اللي هو التعديل اللي هو قانون التعاقدات الحكوميه بتاع سنه 2018 ده ما كانش موجود في القانون اللي قبليه، قانون المناقصات والمزايدات، ان انت تتقيم تقرا عن طريق بوينت سيستم. الفكره الاساسيه وهو سامح لك بكده، ممكن تلتزم بيها وممكن ايه تعمل حته باس اور فيل، مقبول او غير مقبول. زي ما هنتكلم بعد كده عندك العروض الفنيه، يا اما اتقبلت يا اما ما اتقبلتش، اللي اتقبلت تفتح له المالي. هنا بقى ممكن ادخلك في حته البوينت سيستم، نقرا يعني ايه البوينت سيستم؟ يعني ترتب بين الترتيب بين طرفين او اكثر قبل او بعد تقديم العطاء لتحقيق غرض غير مشروع. سوري ده التواتر للاسف. التقييم بنظام احد اساليب تقييم العطاءات، يتم فيه تطبيق معايير الجوده الفنيه والسعر مجتمعين عن طريق تحديد اسس وعناصر التقييم ووزن نسبي ريلاتيف ويت للجانب الفني او المالي للعطاءات والحد الادنى المقبول بما يحدد اولويه ترتيبه. يعني ببساطه تيجي تقول والله التندر او الاسعار اللي جايه لي دي او الاسعار والفني بيسمي 100%، انا حدي 60% على الفني، ما بقتش شغال باص وفيل ومقبول، يعني حدي 60% من السكور ده على الفني وحدي 40% للمالي، تمام؟ و ال 60% الفني دي بتشمل كذا وكذا وكذا، سابقه الخبره عليها 15%، فريق العمل عليه 10%، برنامج الزمني وطريقه التنفيذ والميثود واساليب التشييد وخلافه عليه مش عارف 20%،
منهجيه العمل وفهمه للمشروع وبروجكت اندرستاندنج. ما انت مديله المستندات ما تعرف انت عايز تعرف هو هيفكر وينفذ المشروع ازاي وخلافه، اديتها نمره كل ده مجموعه يديك الايه ال 60%. بعد كده ال 40% المالي، تدي مثلا 30% منهم على السعر وتدي 10% على الشروط. انا عايز دفعه مقدمه اعلى، انا عايز مده تنفيذ مش ملتزم بيها، الفي او او تغيير الاسعار على حسب الشروط الماليه اللي هو حاططها، ممكن تدي لها نسبه. بعد كده تعمل كومبايند سكور، اعلى واحد في المالي تدي له 60 من سي، على السعر تدي له 100%. بعد كده تنسبه، اللي بعد كده مثلا تاني واحد في المالي جايب 50 من 60، 50 على 60 في ايه ال 100%، ها يبقى ياخد نسبته مثلا 90%. نفس الحكايه اعلى واحد في الفني، نفس الحكايه في المالي، اعلى واحد في المالي هتدي له ال 40، ها اللي وراه تنسبه مثلا، ها كان مثلا جايب 30 يبقى 30، تجمع الاثنين مع بعض يبقى انت كده رتبتهم بالايه كواليتي كوست بيس سيستم. يعني لو نقلبها بالانجليزي البوينت سيستم ده ساعات يسموه كواليتي، على اساس ان انا هنا ركزت اكتر اديت نمره اكتر للفن. كواليتي كوست بيس سيستم. دول اهم التعريفات اللي في القانون في الجهه الاداريه. طيب ايه الهدف من القانون؟ اي قانون او اي تشريع لما بيتحط بيبقى ليه هدف اساسي. فانا الهدف هنا ان انا انظم اجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامه. انا ناوي احط خطتي ازاي السنه الجايه، هطرح انهي مشروع. فالقانون هنا بيقول لك حط لي بلان واعلنها وحطها حتى على البوابه بتاعتك وعلى النت وعلى البورتل، ايه هي خطتك للتعاقدات الفتره الجايه. تمام. مبادئ الحوكمه، طبعا طالما احنا بنشتغل بقى ان انت عايز تنافسيه وعايز شفافيه بين الاطراف، انت كده شغال في مبادئ الحوكمه، اللي هو الحوكمه الرشيده والاداره الرشيده للايه؟ للميزانيات بتاعتك وللامكانيات الماديه بتاعتك. تطوير طرق الشراء والبيع، توفير معامله عادله للمتعاملين، تهيئه المناخ للشركات والمشروعات المتوسطه والصغيره المتوسطه. طيب نخش بعد كده على الباب الثاني، ماده 6، طرق التعاقد. تمام. طرق التعاقد، احنا قلنا في كذا طريقه تقدر تتعاقد عليها او تطرحها عندك في المشروعات بتاعتك، يا اما مناقصه عامه، وفي تعريف المناقصه العامه تعمل اعلان في الجرايد اند سو اون بين كذا شركه تدعوهم ليتقدموا، يا اما مناقصه محدوده بين الشركات اللي انت عملت لها تاهيل مسبق او القائمه المختصره اللي انت عملتها، ماشي الشورت ليست، ها يا اما ممارسه عامه يا اما ممارسه محدوده. بس احنا في الحاله بتاعتنا، في حاله لو انا بدور على اقل سعر ممارسه، ممكن برضو الممارسه، سوري مش مزايده، ممارسه عامه. يعني انت من الاول بتقول له في الشروط بتاعتك وانت بتطرح ان تقريبا السعر اللي انت هتقدمه ده انا هتفاوض فيه معاك، كلمه ممارسه انا هتفاوض معاك في السعر. تمام. فانت لو كنت مقدم سعر معين هندعوك او هتبعت واحد مسجل ومعاه تفويض رسمي بيمثل الشركه قدام بعض، انت كنت مقدم 10 مليون، ده مقدم 9800، ده اخر سعر عندك كام؟ اخر سعر عندك كام؟ ابو 10 ده يقول لك انا هاخد 5% تخفيض بقيت ب 9.5، 9.8 ده يقول لك انا عايز 2% تخفيض بقيت مش عارف بكذا. فانت هنا مارستون في الايه؟ كمان المفروض ان الحاجات الممارسه دي ما تنفعش في عقود المقاولات. لان الراجل عشان ينزل 2% و3% وهو قاعد، ده الموضوع عايز دراسه وعايز تحليل للسعر للتكاليف المباشره والتكاليف الغير مباشره. يعني الكلام ده لو انا عايز اشتري موبايل، عايز اشتري تليفون، الشغل اللي فيه توريدات انا ممكن امارس ايه فيه لحد ما. لكن يعني جرت العاده ان انت بتشتغل مناقصه عامه، مناقصه محدوده بين الشركات المتخصصه، في ممارسه عامه، ممارسه محدوده، في مناقصه محليه لو انت عايز تعملها على ريجن، يعني انت مثلا في منطقه قناه السويس يبقى انت طرحتها بين اسماعيليه وبورسعيد وال المحافظه الثالثه السويس، وهكذا يعني، وهكذا لو انت عايز تعملها محليه يعني، وشايفها ان انت بتشجع شويه المشروعات الصغيره المتوسطه، يعني القانون بيسمح لك تقدر ايه تعمل كيس، تعمل تفصل، تفصل حاجه لو انت عايزها شايفها ان ايه دي لمصلحه الايه الجهه المتعاقده يعني. وفي اخر طريقه اللي هي طريقه الاتفاق المباشر. طريقه الاتفاق المباشر هي ما بقتش مناقصه بس القانون بيسمح لك، يعني واحده من طرق التعاقد. ما نقدرش نقول ان احنا الصبح اسندنا الاعمال دي الى شركه كذا او الى مكتب استشاري كذا ان ده مخالف القانون، لا، القانون بيسمح له بالاتفاق المباشر، بس طبعا حاطط لها اطار تشتغل فيه.
حاطط لها قيمه ما تزيدش عن سوري حاطط لها موافقه، موافقه مين السلطه المختصه لازم يوافق عليها، دي واحد بسيلينجز يعني بليفل، ده يوافق لغايه 100,000، ده يوافق لغايه مليون، ده يوافق لغايه 10 مليون، ده يوافق، ده مفتوح، يبقى انت لازم تطلع لغايه رئيس الوزراء وتاخد موافقه رئيس الوزراء. ها دي سكه. السكه الثانيه ان ما تكررهاش اعمال متكرره، ما انا ممكن العقد ابو 100 مليون ده اقسمه الى 10 عقود اتفاق مباشر عشان حته السيلينج دي. ها كل عقد منه ب 10 مليون في 10 مليون في 10 مليون، ها باكج حزمه رقم 1 حزمه رقم 2، فانا كده قسمته. انا اعتقد ان برضو فيها اشتراطات خاصه بيها. ساعات الاتفاق المباشر انت بتلجأ له في حاجات ظروف الضروره والسرعه، حصل عندك زلزال، عندك تعديلات، عندك حاجه عايز تظبط حاجه سريعه جدا، عندك شغل ريبير، عندك شغل اصلاح، ها في هذا الموضوع ساعات بتلجأ له في هذا الموضوع. ماشي. طيب الماده اللي بعد كده ايه؟ عشان انا في فصل ماده 7 ماده 7 بتكلم على ايه ماده 7 دي؟ ما خلاص ما احنا كنا بنتكلم على اجراءات تعاقد، ممارسه عامه، ممارسه محدوده، مناقصه محدوده، مناقصه مناقصه ذات مرحلتين على تو ستيبس يعني فني وبعدين مالي، مناقصه محليه والاتفاق المباشر. ماشي. دي ماده 7. بعد كده هنخش في ماده 13 اللي هي طلب ابداء الاهتمام اللي احنا اتكلمنا عليه، الاكسبريشن اوف انترست للجهه الاداريه حال رغبتها في معرفه المشاركين المحتملين او المهتمين بالدخول في عمليه معينه تنوي طرحها باي من طرق التعاقد ان تصدر طلبا لابداء الاهتمام، تعمل اعلان بس المره دي اسمه اكسبريشن اوف انترست، تبدي لي الاهتمام ايه اللي انت عايز تخش فيه. وطبعا بتحط دايما شرط ان ابداء الاهتمام ده ما يلزمكش ان انت تدعوه، هو ده اللي تدعوه، ان انت ممكن ايه تلغيه، تلغي المناقصه، تلغي في اي وقت ما تدعي ناس ثانيه، انت مجرد بتجمع معلومات عن السوق. تمام. بعد كده مادة التأمين المؤقت، ودي مادة اللي هي مادة 16 من المواد الأساسية في القانون. أنت دلوقتي قال لك أي واحد هيتقدم في المشروع يقدم سوري عطا بتاعه لازم يعمل تأمين ابتدائي. تمام؟ التأمين الابتدائي غرضه الأساسي إيه؟ الجدية. لأن أنا ما أجيش أرسي عليك، أنا كنت طارح بين 5 شركات وتفوت، والمرحلة بتاعت البروسيس بتاعت التعاقدات والبروكيورمنت ما بتاخدش أقل من 3 أشهر. اقل مشروع عشان تعمله اجراءاته وطرحه المينيمم بتاعه 3 اشهر. تمام. باجي انا في الشهر الاخير وقررت اسند الى شركه اسمها اكس واي زد، وانا اكس واي زد ما ردش عليا بعد ما بعت له امر الاسناد، يشرفنا نحن جامعه كذا كذا فلان فلاني اسناد اعمال المدنيه للمدرب الطلابي كذا كذا كذا، وما ردش عليا او رد اعتذر اسعار اتغيرت، ودي فاكتس حقيقيه، الاسعار عماله تتغير ابس اند داونز، والتسعير عمليه صعبه جدا في الفتره الحاليه مثلا، ما ردش عليا او رد عليا بالاعتذار، هنا بقى ما فيش جديه يعني. فالغرض الاساسي لا، التامين المؤقت ده تامين مؤقت، لان انا هرجعه للناس اللي رسي عليه، هقلبه لتامين اسمه تامين نهائي، ده اللي رسي عليه الويننج بيدر، البيدر اللي كسب الشغلانه، اما اللي خسروا الاربعه التانيين من الخمسه اللي كانوا مقدمين هرجعه له تاني. تمام. فيبقى غرضه الاساسي التامين المؤقت ده هو اثبات الجديه. ادفعه ازاي؟ قال لك يا تدفعه نقدا، بس يعني محدش بقى بيتعامل كاش، احنا بنتكلم على المفروض سوسايتي، بنحاول نعمل مجتمع كله ان ما فيهوش فلوس كاش، فلكن يعني القانون ما زال بيسمح له كاش، روح ورط في الخزنه وهات لي ايصال حطه في المظروف الفني، ده واحد من الحاجات اللي بتتحط في المظروف الفني، لان انا هستبعدك من العطا والتقييم لو انت مش مقدم التامين المؤقت، دي واحده من الشروط الاساسيه، مش هفتح المظروف المالي اصلا يعني. فروح ادفع في الخزنه وهات لي الايصال بتاع الاستلام، هات لي خطاب ضمان، ممكن خطاب ضمان، خطاب ضمان يعني انت تروح للبنك بتاعك كشركه مقاولات وتقول لها انا بقدم عطا في مشروع تبع جامعه الازهر مدرج تعليمي، المشروع قيمته 1,000,000 جنيه، هم طالبين التامين الابتدائي، هكلمك دلوقتي، جرت العاده ان النسبه من 1 لـ 2%، وساعات بتتحط مبلغ مقطوع عشان يقول لك برضو النسبة، انا يعني لو حطيتها 2% يبقى انا عرفت سعرك دلوقتي تقريبا بكام من المصروف المالي يعني. يعني لو هو 1,000,000 جنيه يعني من 2% بقت ب 20,000، مش كده ولا ايه؟ بقت ب 20,000، يبقى معناها انت حاطط سعرك ب 1,000,000 جنيه. فساعات بتحط مبلغ مقطوع، قدم ب 25,000 جنيه طلب تأمين مؤقت. تمام. فيبقى انت هتروح للبنك تقول له انا عايز كذا، طلع لي خطاب ضمان، البنك عشان يضمنك ويديك الجواب ده، الجواب ده هيبقى موجه مثلا الساده جامعه الازهر، نحن نضمن، نحن بنك كذا
احد البنوك المسجله في البنك المركزي المصري ان ندفع لكم انتوا جامعه الازهر بناء على اي مطالبه لكم. اول مطالبه لكم نسدد لكم مبلغ للضمان اللي هو مثلا 25000 جنيه تمام ودون اي اعتراض من طرفنا. انت مش من حقك ان انت تعترض كبنك. يعني انا لو جيت بعت قلت له اديني الفلوس دي خد خطاب الضمان واديها لي بدالي فلوس انا بصادره بسموه الصياغه او بسيب خطاب الضمان بحوله الى ليكويد يعني فلوس المفروض البنك ما يعترضش ولا العميل دون اي اعتراض منا. لازم تبقى ايه يعني في ستاندرد فورم للموضوع ده. طبعا البنك عشان يديك الضمان ده يا اما عندك ال 25000 جنيه في الحساب بتاع البنك قيمه التامين تبقى محطوطه. طبعا المشاريع دلوقتي بمليارات فطبعا التامين الابتدائي ده بقى بيساوي مبالغ يعني يا اما عندك في البنك محطوطه في الحساب فيعمل عليها هولد يتحفظ عليها لمده الثلاث اشهر بتوع العطاء لغايه لما ترجع له تاني الخطاب يفك لك الفلوس يعني ما تعرفش تستخدمها. يا دي علاقه بقى بنكيه في التعامل مع البنك معاملاتك البنكيه. لو البنك بيغطيك كاش كفر بقى بيسموها كاش كفر هيغطيك قد ايه من خطاب الضمان ده. يعني ممكن 25000 جنيه انت تبقى حاطط 5 وهو كانه ممول ال 20000 ومطلع لك الايه الورق الضمان على حسب علاقتك البنكيه في التعامل معه. يبقى التامين المؤقت غرضه اثبات الجديه اثناء تقدم العطاء بيبقى نسبه من نسبه من قيمه العمليه بتحددها كراس الشروط اصلا انت بتطرحها بتقول النسبه قد ايه او مبلغ مقطوع بيسدد يا اما نقدا يا اما بخطاب ضمان يا اما بشيك مقبول الدفع. شيك مقبول الدفع زي خطاب ضمان يعني مش مجرد شيك بنكي عادي انت مطلعه من دفتر الشيكات بتاعك بتاع الشركه بمبلغ 25000 جنيه وبعدين هنا الجامعه تروح تضيعه في الحساب ما تلاقيش فيها ال 25000. شيك مقبول الدفع ده على ورق البنك يعني شيك من البنك نفسه مختوم ان الفلوس موجوده في الحساب يعني برده ال 25000 محجوزه في الايه في الحساب واكشن البنك مش ممكن يطلع لك شيك مقبول الدفع والفلوس مش موجوده في الحساب. يعني ممكن يطلع لك خطاب ضمان والفلوس مش موجوده في الحساب ده موضوع تاني بقى العلاقه اللي بينك وبينه في نهايه فتره العطاء اللي رسي عليه التامين المؤقت ده بنرفعه الى تامين نهائي. لو كان 1% بيبقى 5% تقريبا. لو كان 2% من قيمه العمليه بيبقى ايه 10% من قيمه الايه التامين النهائي. في ماده اعتقد عن التامين النهائي بقى هنجلها. ماده التامين النهائي ده الغرض الاساسي بقى من التامين النهائي انا هنا بقى جوده الاعمال. انا اتعاقدت خلاص مع مقاول او مع مكتب استشاري يعمل لي الشغل تمام. فيبقى ايه هنا بقى جوده الاعمال. يعني هنا بتكلم على ان هو يحقق لي الشغل زي المواصفات وزي الكود وزي المقايسه وزي الرسومات. ما حققليش حاجه من دول او عندي خلاف بيني وبينه وشايف ان انا من حقي في حاجه فانا بل برجع اخصم من الايه من خطاب ضمان الاعمال اللي هو البرفورمانس بوند. ايه الدوشه دي ولا ايه فيها خطاب ضمان